بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عندهم، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على محمد وعلى رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ذكره النووي رحمه الله في باب الصبر، وفيه أن أناسا من الأنصار لم يسمه أبو سعيد رضي الله عنه، لأن العبرة بالخبر لا بالأشخاص الذين وقعوا. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة أو من الزكاة أو من غيرها من الأموال التي ترب عليه صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سألوه فأعطاهم، فكرروا المسألة أكثر من مرة حتى نفد ما عنده، أي لم يبق معه شيء صلى الله عليه وسلم مما يأتيه. فقال لهم لما نفد ما عنده: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، أي ما يكون عندي من المال لن أمنعكم إياه. وهذا كالاعتذار منهم صلى الله عليه وسلم، كالاعتذار من هؤلاء الذين سألوه، حيث اعتذر إليهم صلى الله عليه وسلم بأنه ليس عنده شيء، وأنه لو كان عنده شيء لأعطاهم مع تكرار مسألتهم: ما يكن عندي من شيء فلن أدخره عنكم. ثم وجههم إلى ما ينفعهم وإلى ما يرفعهم ويصونهم عن هذه الحال، وهي تكرار السؤال. فقال صلى الله عليه وسلم: من يتعفف يعفه الله، أي من يطلب العفاف يرزقه الله تعالى العفاف ويعينه عليه. والتعفف هو كف النفس عن المكروه والمنهي من أموال أو غيرها، لكنه في هذا السياق التعفف المقصود به صيانة النفس عن التطلع إلى أموال الناس والزهد عما في أيديهم، فإن ذلك من أعلى ما ينفع الإنسان في تعامله مع الناس، أن يكف بصره عما في أيديهم وأن يكف نفسه عن التشوف إلى ما رزقهم الله تعالى. من يتعفف يعفه الله، أي يرزقه الله تعالى العفاف ويعينه عليه حتى يكون له جبلة ويكون له سجية ويكون له خلق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستغني يغنه الله. هذه الجملة الثانية والتوجيه الآخر الذي وجه إليه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ومن يستغني، أي من يطلب الغنى، وهي مرتبة أعلى من التعفف، لأن التعفف هو كف النفس عن أموال الناس، وأما الغنى فهو إظهار ما يكتفي به مسألتهم أو عطاءهم، فهو يظهر أن الله قد أعطاه، فالغنى مرتبة أعلى من العفاف، ولذلك أتى بها ثانيا، لأن العفاف هو كف النفس عن السؤال، والاستغناء هو عدم قبول ما يأتيه منهم، وهذه مرتبة عالية. ومن يستغني يغنيه الله، وقوله صلى الله عليه وسلم يغنيه الله، إما أن يرزقه ما يغتني به عن الناس، هذا معنى، وإما أن يرزقه في قلبه غنى يكتفي به عن أن يقبل من الناس شيئا، وكلا المعنيين به يحصل
المقصود، وهو أنه لا يسأل الناس شيئا ولا يقبل منهم عطاء، ومن يستغني يغنيه الله. بعد أن ذكر هاتين الخصلتين وهما مما يتعلق بكف النفس عما في أيدي الناس، يتحقق بهما الزهد عما في أيدي الناس وتعلق القلب بالله، فهو يتعفف عما في أيديهم ويستغني بالله عما في أيديهم. ذكر الخصلة الجامعة التي تقود إلى كل فضيلة وتهدي إلى كل خلة جميلة، وهي الصبر. فقال: ومن يتصبر يصبره الله. من يتصبر أي من يعالج نفسه حتى تصبر، من يحمل نفسه حتى ترزق الصبر وحبس النفس عن السؤال، عن التطلع لما في أيدي الناس، كل ما ينبغي الصبر عنه، لأن الصبر معنى واسع. كما ذكرت فيما مضى أن الصبر هو حبس النفس إما عن معصية، حبس النفس على طاعة بأن يفعلها الإنسان، حبس النفس عما يكون من الجزع، والصبر على الأقدار المؤلمة. ومن يتصبر أي يحمل نفسه الصبر، يعينه الله تعالى فيرزقه نفسا صبورة على طاعة الله، نفسا صبورة عن معصية الله، نفسا صبورة على أقدار الله المؤلمة. ومن يتصبر يصبره الله أي يرزقه الله تعالى صبرا. بعد أن ذكر الخصلة الجامعة للخيرات كلها، قال صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أي ليس هناك عطاء في الدنيا يحصل للإنسان به كمال العاقبة وجميل النهاية ويدرك به فضائل الأخلاق أكمل من الصبر، فهو خير من العطاء المالي. لأنه لو أعطي من المال وأعطي من الأولاد وأعطي من متع الدنيا ما أعطي، لكن ليس معه صبر، فإنه لن يحسن التعامل مع هذا العطاء. لكنه إذا أعطي الصبر، فلو كان غنيا أحسن النظر في ماله، ولو كان فقيرا أحسن التعامل مع حاله. فالصبر حالة جميلة بها يدرك الإنسان الفضائل كلها، ولذلك قال: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. خير في ذاته وأوسع من الصبر، لأنه يوسع عليه كل ضيق. الصبر يوسع على الإنسان كل ما ضاق، فبالصبر تتسع المجاري، وبالصبر تندفع المشاق، وبالصبر تنحل الشدائد، وبالصبر يدرك الإنسان الغايات، وبالصبر يبلغ الكمالات. ولذلك كان أوسع ما يعطاه الإنسان، فهو خير في ذاته، وهو سعة لمن رزق الصبر. هذا الحديث فيه فوائد عديدة، من أبرز الفوائد أنه يجوز إعطاء السائل أكثر من مرة. فهؤلاء أعطوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، ومع ذلك أعطاهم، سواء كان ذلك من الصدقة أو كان ذلك من الزكاة إذا كان مستحقا، سواء أعطاه لفقره ثم جاء مرة ثانية يسأله وأعطاه لفقره، أو أعطاه لسبب آخر كان يكون فقيرا وعابر سبيل فأعطاه لفقره ولكونه عابر سبيل. وفيه حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكمال خصاله وصدق ما أخبر الله تعالى به عنه، حيث قال: وإنك لعلى خلق عظيم. فإنه لما نفد ما في يده من المال لم يقل مقالة يصرف بها الناس: أقضيت عنا المال أو أنهيت المال، إنما قال ما مطمئنا لهم ومؤكدا أنه ليس عنده شيء: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، فلا تضيقوا، وإن جاءني شيء هذا وعد، وإذا جاء شيء سيعطيهم صلى الله عليه وسلم. أيضا فيه الكرم بالعلم إذا قل المال، فإن الكرم بالعلم يدركه الإنسان ولو لم يكن ذا مال، ولذلك أوجههم إلى ما وجههم إليه من الوصايا. وفيه أن الخصال الجميلة تكتسب، فليس شيء من الخصال لا يمكن أن يتخلق به الإنسان. كثير من الأحيان الإنسان يقول: والله أنا طبعي كذا، أنا ما أقدر أغير من سلوكي، أنا ما أقدر أغير من أخلاقي. لا، ما في شيء من الفضائل إلا بالمعالجة والصبر والتعود إلا تكتسبه، ما في شيء من الأخلاق إلا وتستطيع اكتسابه بالتعود والتصبر. لكن الإنسان يحتاج إلى أن يبذل جهد. من يتعفف يعفه الله، من يستغني يغنيه الله، من يتصبر
يصبره الله. وفيه فضيلة هذه الخصال الثلاثة: العفاف والغنى والصبر. والمعنى الجامع هو الصبر الذي يرزق به الإنسان العفاف، الصبر الذي يرزق به الإنسان الاستغناء عما في أيدي الناس. وفيه أن خير عطاء يعطاه الإنسان الصبر، ولذلك كان أجره عظيما وفضله كبيرا على الإنسان في دنياه وفي أخرى. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يسأل الله تعالى ولا يغفل عن سؤال الله أن يفرغ عليه صبرا وأن يرزقه صبرا، فإن بصبره يدرك الفضائل، وبجزعه وعدم صبره يتهاوى في حضيض سافل الأخلاق. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم محاسن الأخلاق، وأن يرزقنا وإياكم الصبر، وأن يمن علينا بطيب الخصال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حتى نكون الأقرب إليكم، بإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.